هي مشاركة فرضتها قيمنا الدينية وموروثاتنا الأخلاقية في مناهضتنا للإرهاب والعدوان، وإننا لماضون في هذه المشاركة حتى تبلغ غاياتها النبيلة. قسمنا ما نخون الحرم، الله أكبر، وحلفنا ما نبيع الزمم، الله أكبر، بنأمن الأرض لليمن. هكذا بدأت تلبية النداء في مارس عام 2015، نبل عربي سوداني لدعم الشرعية في اليمن ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. المشاركة السودانية السباقة بكتائب تناهز 1500 مقاتل أثبتت فعاليتها على الأرض، وأشيد بها من جميع الدول المشاركة، بل والجيش السوداني نفسه سعيد بهذه المشاركة درءا لخطر الحوثي. الرئيس عمر البشير أكد غير مرة أن الجيش السوداني باق في اليمن حتى تعود الأمور إلى نصابها، لأن خطر ميليشيا الحوثي يطال السعودية أيضا، والسعودية خط أحمر كما شدد. نحن مرتزقة، نحن بنحارب قروش، نحن بنحارب أطبان أرضنا، بنحارب دفاعا عن عرضنا، بنحارب دفاعا عن أرض الحرمين هناك. جدية، همة، تفان في المشاركة، هذا ما يبعثه قادة الجيش السوداني في الجنود الذاهبين لدعم الشرعية في اليمن والباقين حتى تنتهي المهمة. وماشين انتوا باسم السودان يا جماعة، باسم شنو؟ باسم السودان. ما في قوات مسلحة، ما في دعم سريع، ما في مدرعات، ما في كده. السودان يا جماعة ماشين عين حمراء، ظلم طبل ما في، زول مرخرخ ما في، دايرين الناس كلهم نكونوا كاربين قاشون تمام. انت ماشي لدواس، ما ماشي فسحة. محمد جمال، العربية.